احنا في طبعا محافظه كبيره الحقيقه، وعندنا طبعا في تعديات كتيره، لان المحافظه كلها تقريبا ارض زراعيه وما عندهاش ظهير صحراوي، وبالتالي احنا شغالين في الملف ده. عندنا عدد كبير يعني الحمد لله، يعني الناس اتقدمت فعلا وناس جاده، يعني بعد التسعير بيبقى من حقهم يتظلموا، ففي 15 يوم دلوقتي سايبينهم للتظلم، لانه اي حد بنديله سعر برضو من حقه يتظلم على السعر، وبالتالي بيدرس في لجنه عليا. احنا شغالين يعني في هذا المجال. هل انتوا حضرتك ممكن تطلب، لان الوزير قال لنا ان هو في دراسه لمد فتره التقنين، لان في ناس يعني منهم الجادين ما قدروش، انتوا عندكم الاقتراح ده متداول؟ هو حضرتك في طبعا بلا شك، يعني هي بعد 27/9 لما قفل التقنين ابتدت ناس تقول طب احنا ما كانش عندنا فرصه، عندنا ظروف، فيعني احنا يمكن من المحافظات المؤيده لانه يتفتح يعني الباب تاني طبعا، يفتح الباب تاني ان شاء الله، ويبقى في فرصه تانيه للمواطنين اللي ما عرفوش يقننوا وضعهم. الدوله حريصه على يعني اراضي الدوله، استرداد الاراضي، ولكن المواطن اللي هو جاد نديله فرصه تانيه يبقى يتقدم ويتم التقنين ان شاء الله. هتكون طبعا بضوابط مختلفه عن الفتره اللي فاتت لاثبات، مش شرط يبقى في ضوابط يعني مختلفة، ولكن المهم الجدية والتسعير المظبوط، ويكون جاد انه فعلا يدفع حق الدولة بسرعة، سواء اذا كان هيدفع كاش او هيدفع بالتقسيط، لانه الدولة كمان سمحت لهم بالتقسيط. طب بالنسبة للمحال التجارية حضراتكم يعني كنتوا بتناقشوا تحديد موعد لغلق المحلات التجارية؟ ده لسه الموضوع لسه ما اتطرحش لسه لغايه دلوقتي حضرتك، بس هو موجود في القانون بالمناسبه، يعني في قانون من الستينات موجود في المواعيد غلق في الشتاء وفي الصيف، ده موجود، فاحنا هنناقشه دلوقتي امكانيه تنفذ، لان ثلاث ارباع المحافظات يعني سين محافظه القاهره بتبقى طول النهار صبح وليل 24 ساعه، يعني اي انا بقول لحضرتك في فرق ما بين انه في قانون وفي تنفيذ القانون. القانون هو موجود تمام من الستينات، بيتنفذ ازاي لسه في بعض يعني في التزامات في كثير المحافظات او في الريف بالذات، خلاص مطبق القانون بنسبه 100%. طيب بالنسبه للتوك توك ايه الوضع؟ لا احنا عندنا عدد ضخم جدا من التوك توك، عندنا يمكن من المحافظات الكبيره جدا 96,000 توك توك موجودين على ارض محافظه الدهليه. لغايه دلوقتي يمكن طلعنا تراخيص لحوالي 39,000 مركبه، لسه قدامنا كتير، قدامنا عدد كبير جدا لسه ما اتعملش، لكن لانه العدد ضخم فمحتاج فنيين اكتر عشان بياخدوا بصمه ويعملوا، يعني عارف حضرتك اجراءات الترخيص بتاخد طبعا محتاجه فنيات كتيره جدا، فمحتاجين عدد اكبر ومحتاجين وقت شويه.